تدمير أربعة مواقع في الحديدة لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة ضمن عملية عسكرية نوعية. العاهل والسعودي يؤكدوا أن الهجمات على أرامكو إجرامية وتستهدف أمن المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية. ورئيس المفوضية الأوروبية يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا حول البريكزيت. الخامسة صباحا الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضرتكم من القاهرة، أهلا بكم. أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تدمير أربعة مواقع في الحديدة لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، وذلك في إطار عملية عسكرية نوعية. وأشار بيان التحالف إلى أن تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر، وأكد أن عملية الاستهداف توافق مع القانون الدولي الإنساني. قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن الهجمات على أرامكو إجرامية وتستهدف أمن المنطقة وإمدادات الطاقة العالمية. جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والذي أدان الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو في بقيق وخريص، ومؤكدا مساندة باكستان للمملكة في مواجهة هذه الاعتداءات. أكد رئيس تونسيا المؤقت محمد الناصر التواصل للهيئة المستقلة للانتخابات لتذليل الصعوبات اللوجستية وتوفير كل الإمكانيات لحسن سير الانتخابات. جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون لبحث مستجدات العملية الانتخابية. وكشف بفون في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أنه أطلع رئيس الجمهورية بتوجيه طلب لقاضي التحقيق المكلف بقضية المرشح نبيل القروي، وذلك لتمكينه من إجراء حملة انتخابية من أجل ضمان تكافؤ الفرص للمترشحين الاثنين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية. أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن إمكانية توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى اتفاق بشأن خروج انسحاب المملكة من الاتحاد. وقال يونكر في تصريح صحفي أن خروج بريطانيا بدون اتفاق ستكون له عواقب كارثية خلال عام واحد على الأقل، لكن الاتحاد الأوروبي مستعد لهذه الخطوة إذا أقدمت عليها بريطانيا في 31 من أكتوبر المقبل. انضم متظاهرون في أستراليا إلى حملات حول العالم لتنظيم مسيرات تطالب القادة بمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري وإنهاء عصر الوقود. وشارك طلاب في أستراليا في مسيرة تطالب اتخاذ إجراء بشأن تغيير المناخ، ومؤكدين دعم الاحتجاجات المماثلة في جميع أنحاء العالم، وذلك قبل 3 أيام من قمة المناخ الطارئة للأمم المتحدة. انطلقت الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي بمشاركة نجوم وصناع السينما من مختلف دول العالم، ويعرض المهرجان 80 فيلما متميزا معظمها قادم من مهرجانات عريقة وبعضها حصد جوائز عديدة. وتتنافس أفلام المسابقات على نجمة الجونة، ويكرم المهرجان المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي المصري، حيث سيتم منحها جائزة الإنجاز الإبداعي.
انتهى الموجز الإخباري. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري اكسنيوز.تي في. إلى اللقاء.